هل انت شايف بس السؤال الجاي ده مهم جدا. تمام. هل انت شايف ان اداء منتخبات مصر على مر التاريخ دايما في التصفيات بيكون عندنا مشكله، اما في الدورات المجمعه منتخب مصر بيظهر بصوره مختلفه، والدليل مثلا مع هيكتور كوبر لما احنا كنا مش كويسين بقينا وصيف افريقيا. بتكلم مع الكابتن حسن شحاته، الثلاث بطولات يمكن منتخب مصر في التصفيات ما كانش قد كده، ولكن اللعيبه كانت رجاله. انا مش بقارن، تمام، عشان المقارنه ظالمه بكل ما تعنيه، ما فيش اصلا مقارنه بين الاثنين، ولكن حقيقة. هل انت شايف او انت لو طلعنا بالزمن او جرينا بالزمن لقدام، هل انت شايف ان منتخب مصر ممكن تبقى متفائله في بطوله امم افريقيا اللي جايه ولا لا؟ بالمستوى اللي انا شفته ده بالتاكيد لا. لازم الكابتن حسام يشتغل على حاجات كتيره، لازم يصلح حاجات كتيره. تاني حاجه، كابتن حسام عنده مشكله كبيره هنتكلم عنها بعدين، ولازم يوجهها ويكون صريح فيها، اتكلم صراحه. طب وليه بعدين؟ قول لي عليه. تحب طب نتكلم عليه، يعني نتكلم عليه بعد كده في الجزء الثاني. طيب بص يا كابتن حسام، القبول من عند ربنا. وحضرتك لو خدت كاس العالم هيفضل الجمهور بالنسبه رافض الكابتن حسام بدري. طب طب الجمهور رافض الكابتن حسام ليه؟ هو القبول من عند ربنا. انتقادات كتيره، انت اعتقد الناس كلها شايفه انتقادات غير طبيعيه، انتقادات كتيره جدا. انا عارف تصريح قوي وعارف ان الكلمه قويه، بس انا هسالك سؤال، ده موجود ولا مش موجود؟ موجود، بس خليني اتكلم معاك بصراحه. اوكي. من غير دبلوماسيه؟ لا خالص. اوكي. حاجتين ماشي، حاجتين بما يرضي الراجل. ناجح ما قلتش لا. لا لا، مش بتكلم على ناجح خالص. كابتن حسام جمهور الاهلي مش متقبله عشان موضوع بيراميدز رقم واحد، صح؟ ده حقيقي. واحد اثنين، كابتن حسام لو حسبت مرتبه بالدولار او باليورو بياخد له مثلا كام في ال، يعني اقل بياخد حوالي كام؟ 50,000 دولار؟ 50 أو 60,000. احنا لو جبنا مدير فني اجنبي، بس انا ما بتكلمش في الفلوس. مش قصدي. ما هو الانتقاد بيجي من حاجتين. لا لا لا، انا لا، الانتقاد الموجود على السوشيال ميديا في الحاجتين دول. لا. ان هو كابتن حسام الناس بتتكلم على انه بياخد مرتب كبير ومفيش مردود داخل الملعب، وان الكابتن حسام البدري الناس مش متقبله ان هو كان رئيس نادي بيراميدز في الوقت اللي الاهلي، والحوارات اللي انت عارفها دي كلها. فعشان كده بقول لك الناس مش متقبله عشان حاجتين. انت لو جبت مدير فني اجنبي هياخد مش اقل طبعا، ده راي الجمهور. عشان كده انا بقول لك، لا انا اسف، انا مختلف كليا جزء معاك. تعال نرجع قبل المنتخب، كان في قبول حتى قبل بيراميدز؟ لا انت مش فاهمني، ده مش رايي. انا بقول لك الانتقادات اللي موجوده على السوشيال ميديا. تمام. الناس مش متقبله عشان حاجتين، علشان خاطر المرتب الكبير اللي او انت بتقول القبول. تمام. فانا بقول لك بحق ربنا الناس، هو موضوعين، موضوع المرتب وموضوع البيراميدز. يعني كابتن حسام لو ما كانش موجود في بيراميدز كان ممكن الناس تتقبل ولا لا؟ بامانه لا، برضه الموضوع ملوش علاقه ببيراميدز خالص. بس ده اللي انا عايز اعرفه. ملوش علاقه، هي قناعات وقبول. اتكلم معاك بصراحه، انا عشان كده بوجه له رساله، بقول له كابتن انا قريت كام يوم اللي فاتوا وشفت حاجات كتيره جدا. تمام. لو عايز تنجح مع منتخب لازم تقفل ودانك، ولازم تبعد عن السوشيال ميديا، ولازم الصحفيين اللي هم انا عارف ان هم تبع حضرتك اللي هم اصدقائك والناس اللي يعني اقفل تماما على نفسك وركز في المنتخب، لان من نجاحاتك هترد على الناس كلها. لان انا شفت انتقاد غير طبيعي بعد الماتش، مش فنياته بس، هي فكره وجود كابتن حسام بدري، لدرجه ان في ناس كتبت ان هل الاتحاد عنده القدره ان هو يغير كابتن حسام بدري، مع انه الراجل لسه واصل لام افريقيا. تمام. ولكن انا بكلمك بكل صراحه، هي دي مشكله هو هيقابلها وهيفضل يقابلها طول الوقت. في حاجه بتحصل على السوشيال ميديا، بعض الاخبار اللي بتتسرب، وانا دايما اي بليف او انا بصدق ان الاخبار اللي بتتسرب اللي ليها علاقه بالمنتخب بيكون بالونه اختبار عشان تشوف رد الفعل. ده حقيقه. غير انها بالونه اختبار، الله اعلم ايه اللي بيحصل جوه. الكابتن حسام البدري والكابتن طارق مصطفى، هناك يعني الكلام اللي بيتقال او بيتسرب ان كابتن طارق هيمشي، كابتن طارق بيتهمش دوره. انا بقول لك الكلام اللي بيتقال ده مش كلام مني. تمام. الكلام ده لو صحيح انت شايف المشكله منين، او انت شايف ايه اللي المفروض يحصل؟ مشكله من اللي سربه. طب هل فعلا لو في حاجه، طب لو في مشكله حقيقيه، بص بقى هنا، لو في مشكله هنا مش الكابتن حسام بدري اللي مطلعها، خلينا نتكلم كلمة حق. لا، لو في مشكلة ما بين الكابتن حسام والكابتن طارق، بص أنا بجيب، معلش أنا بجيب جهاز فني ليه؟ عشان يفشل ولا عشان ينجح؟ ومين اللي منقي الجهاز الفني ده؟ مين اللي منقيه؟ المجلس السابق مش الحالي. المجلس السابق. ومين اللي وافق عليه؟ مش الكابتن حسام؟ صحيح. ما كانش وافق عليه. هل أنت شايف إن في توازنات الجهاز الفني ده؟ أه طبعًا. إيه التوازنات اللي فيه؟ أهلي وزمالك؟ يعني أنت شايف الكابتن حسام، كابتن طارق، كابتن أحمد أيوب، وممكن ما يكونش في مشكلة. وممكن ما يكونش في مشكلة. ده اللي أنا وممكن يكون خبر متسرب لمثلا حد كان عايز يمسك، وممكن بدل ما الراجل ما اتكلمش ولا الكابتن طارق ولا الكابتن حسام ما نكبرهاش.
احنا مش هنكبرها، بس لما الكابتن حسام بقى يتكلم ساعتها اقول انا مش عايز كابتن طارق او راجل يقدم مثلا يمشي كابتن طارق، ساعتها يبقى في مشكله.